صباح الخير او مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. معكم محمد حسين وفيديو جديد. فيديو النهاردة عن زكريا بطرس ولكن بشكل مختلف. الفيديو ده بالمعلومات اللي فيه مش هتشوفها تاني. وهنبتدي الاول بمين هو زكريا بطرس ده. اسم الولادة فايز بطرس، ده الاسم. الميلاد 24 اكتوبر 1934، يعني ما شاء الله داخل في قرن عايش اهوت، عنده 87 سنة. من محافظة البحيرة كفر الدوار، مصري طبعا، وده حاجة للأسف تكسفني وتكسف اي مصري، يعني اي مصري محترم، لان الموضوع هنا احنا مش بنتخانق مع المسيحيين او عايزين يحصل فتنه بسبب واحد زي ده، لا، احنا كمسلمين كلامنا او مشكلتنا مع الشخص اللي بيسيء للنبي عليه الصلاه والسلام، واي حد هيأيد كلامه. طيب تمام، لما كان موجود في مصر كان بيعمل خطابات كتير وكانت ضد الاسلام، يعني مش الفيديو اللي ظهر امبارح ده مش مثلا كان ظهر اليومين دول، لا، اللي انا اكتشفته ان الفيديو ده قديم جدا، بقاله حوالي 12 15 سنه في الحدود ديت، وحد بحرام حب يظهر الفيديو ده دلوقتي عشان يحصل خناقه او فتنه ما بين المسلمين والمسيحيين. وكمان بقى لقيت فيديو ليه وهو جوه الكنيسه بيتكلم، تعال نشوف الفيديو احسن. ابونا يعقوب صارع مع الله لله، حتى اتفضل ظهروا معاك يقولوا لا مش حكيمك لحد ما تبارك يا يعقوب سجن، يقولوا لا رب شفت لك شرطه ثانيه حكايه سجن ديت مش حكيمك تبارك لي قد ايه؟ ما تبارك لي انا معطل فيك مش حكيمك، يقول له يا يعقوب ما تجيش كده، يقول له شوف يا رب انا راجل اهبل وأخذنا على قد عقل عليك الأرض إيه؟ طبعا اضرب اضرب حسب بلد كفر موت هتشوف صارع مع الله وهبت. شفتوا الجهل وصل لحد فين؟ بيقول لك سيدنا يعقوب صارع مع الله وكمان غلبه، استغفر الله العظيم يا رب. يعني شفتوا الكلام، يعني ازاي في حد زي ده او في عقليه عامه بتتقبل الكلام ده؟ انا هتجنن والله. يعني الناس اللي كانت حاضره الكلام ده يقتنعت بده؟ صدقت ده؟ صدقت ان في حد يقدر او في كائن عامه سواء انس او جن او ايا كان ايه هو يقدر يخش في مقارنه مثلا مع ربنا؟ استغفر الله طبعا ان اقول كده، بس انا بقول حد يقدر يقتنع بحاجه زي كده؟ اه في ناس منهم اقتنعوا بده، بدليل ان في ناس امبارح لما نزلت فيديو عن الموضوع كانت بتهاجمني ان انا بتكلم عليه بطريقه مش كويسه. لا والله، ده راجل كلب ابن كلب، المفروض نعمل له ايه يعني؟ بدل ما تقول مثلا اه ما ينفعش ان هو يغلط في سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، حتى لو انت مش مآمن بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ولكن ما تجيش في صفه، ما انت ريتك جاي في حاجه صح. زكريا بطرس من زمان جدا وهو بيكره المسلمين وبيحاول يعمل اي حاجه يكشف بيها اي غلط مثلا موجود في القران او اي حاجه عن الاسلام عامة عشان يظهرها للناس ويطلع يهبد بقى، لانه تقريبا ما خدش دبلوم صنايع اصلا، وده بدليل اللي هو بقاله حوالي اكتر من 20 سنة هو بيحاول يطلع غلطة واحدة حتى ومش عارف. طيب نجري الحاجة التانية كمان بقى، وثيقة من الكنيسة تتهم زكريا بطرس بالشذوذ الجنسي، يعني هو شخصيا طلع شاذ، وده بسبب ان جيب بلاغ لكنيسة مصرية هنا كان هو شغال فيها. اهي دي الوثيقة، رسالة من الكنيسة بيقولوا انه في 10/5/99 جاءت شكوى من فاتن عدلي خيري من شعب كنيسة الأنبا إبرام في برايتون تشكو فيها من اعتداء القمص زكريا بطرس على ابنها جورج يوسف سكاند بأن وضع يديه بطريقة غير لائقة على أعضاء الطفل الحساسة والضغط عليه. مسك أعضاء ابنها اللي هو الطفل اللي المفروض هو بيعلمه بقى الدين المسيحي وكده، فمسك أعضاءه اللي هي يعني مهم. يعني الوثيقة دي اللي أثبتت البلاغ وأثبتت إن هو شاذ جنسيا، ومش بس كده الجرايد اتكلمت عن الموضوع برضه وقتها، ومش بس كده، أنا جايب لك الباكج كله النهاردة. فاكر أيام 1966 لما رحت جبت مراتك من شرطة العجوز بسبب إن هي كانت بتمارس الجنس مع واحد جوه العربية، وأنت خدت الموضوع عادي جدا، ما أنت شاذ جنسيا بقى، ما هي ستة هتعمل إيه؟ بتحاول تصبر نفسها، فإزاي بقى واحد زي زكريا بطرس، وهجيب لكم برضه وثيقة تثبت كلامي ده، لأن ما ينفعش أقول كلام في الهواء وخلاص، فالوثيقة اللي هتظهر لكم دي اقرأوها براحتكم عشان تتأكدوا إن كلامي صح، وإن هو فعلا راح استلم مراته من قسم شرطة العجوزة بسبب إن هي كانت بتمارس الجنس مع شاب، وده بسبب إن هو مش قادر يقوم بواجباته الزوجية تقريبا لأنه شاذ جنسيا، ودي الصورة والوثيقة اللي بتثبت كلامي، وثبتوا الشاشة عشان تقرأوها براحتكم. ولما الكنيسه هنا في مصر بقى اصدرت بيان لقيت بقى ان زكريا بطرس عامل قلق وهو اصلا موقوف بقاله كتير، تقريبا موقوف من 2002 او 2003 حاجه زي كده، زي ما بيقولوا متشلوح، وشايفين ان هو عامل مشاكل على الفاضي وكمان بيهبد، يعني يا ريته مثلا بيفيدهم بحاجه، لا هو بيهبد وبيكذب وعايز يثبت ان الاسلام مش صح باي طريقه، ولكن انت تريد والله يفعل ما يريد. لحد دلوقتي ما فيش حد على مستوى العالم قدر يثبت ان الدين ده غلط، مع العكس بقى لاي دين تاني مع احترامنا الكامل ليه طبعا
طلع جدا اللي متحرف واللي طلع فيه غلطات كتير، ولكن لحد دلوقتي القرآن الكريم وديننا الإسلام عامة ما فيهوش أي غلط. بس أنا هكتفي وأقول لكم لكم دينكم ولي دين، لأن أنا هنا مش طالع أهاجم الدين المسيحي ومش طالع أطلع فيه غلطات أو حاجات زي، لأن في فيديوهات كتير جدا وشوك كتير جدا طلعت اتكلمت في الموضوع ده. وهنا أصدرت بيان برضو بتقول فيه إن هي قطعت علاقتها خالص بالكاهن اللي هو زكريا بطرس من 18 سنة تقريبا زي 2003 أو 2002 زي ما أنا قلت، وهجيب لكم فيديو بيثبت ده برضو. فأنا هسيب لكم البيان تقروه براحتكم. وده فيديو بيثبت كلام. امتى زكريا بطرس هيتشلح؟ زكريا بطرس اتوقف قبل قناة الحياة ما تبدأ سنة 2003 في شهر يونيو بقرار من المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا. اتوقف ليه وقتها؟ اتوقف لانه خمسيني بروتستانتي. عايز ايه بقى من واحد شاذ جنسيا ومراته اتمسكت مع شاب في عربية بيمارسوا شلح؟ عايز يتكلم ازاي عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما يشرفناش اصلا ان انت حتى تشكر فيه، انت متخيل؟ يعني احنا ما يشرفناش ان لسانك ده يذكره ولو بالخير ولو بالشر. والناس بقى هنا اللي بتطلع تتكلم وتقول لك في ايه يا جماعة، ما انتوا برضو في ناس منكم بتغلط في المسيحيين ومش عارف ايه والكلام ده. حضرتك دول مش مسلمين، حضرتك احنا مش بنغلط في انبياء، ما فيش حد بيغلط في نبي، ده اولا. ثانيا مش اي حد ربى دقن ولا لبس دقن وجلابيه يبقى كده شيخ او مسلم او بيمثل الاسلام. الدين بتاعنا الحمد لله الاسلام معروف، ولو انت مش عارفه تقدر تقرا فيه وتعرف القران بيدعي لايه بالظبط. ولكن اللي عايز يعرف حاجه بيدعي بنفسه وبيعرف، مش بيطلع يهبد ويكذب ويفتري، وده بسبب ان هو يشد الانتباه شويه او يعمل فتنه ما بين الدين الاسلامي والدين المسيحي او ما بين المسلمين والمسيحيين عامه. وانا هنا بكرر تاني ان انا كلامي على الشخص اللي اساء للنبي عليه الصلاه والسلام واي حد بيأيد الشخص ده. بس كده يا جماعه، والى هنا وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو كان خفيف على قلبكم، ونتمنى ان الراجل ده يتاخد معاه اي اجراء. هو اي نعم مش عايش في مصر، بس نتمنى يعني يتاخد معاه اي اجراء، لان كده مش هينفع، لان في ناس هتتاثر بده وهيحصل فتنه، وعلى ما اعتقد هيبقى ده هدفه ان يحصل فتنه ما بين المسلمين والمسيحيين. وبس كده يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو. كالعاده تعالوا نختم الفيديو بتاعنا بحاجه تستحق الدعم، وهو الفيديو ده. سبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. واسكر يا جماعة، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.